استاذ علاء، بالنسبه للجيزه ودايره حضرتك تحديدا، صف الصف، وما أدراك ما الصف. في مشاكل في الميه، في مشاكل في المستشفيات، هتعمل ايه في الصرف الصف الصحي؟ على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لا يمكن هيكون في دايره موجوده في مصر بخلاف الدوائر اللي موجوده في المدن الكبرى، القاهره والجيزه، المدن الكبرى فقط، القاهره والجيزه مش هيكون فيها مشاكل، وكل المشاكل بعد كده متشابهه. صرف صحي، ابنيه تعليميه، برضو انا عندي مدارس، مشكله الصرف الصحي برضو. فكل ده متشابه، ولكن احنا دورنا بقى ايه؟ احنا دورنا في حل هذه المشاكل بالتوازي مع بعض ايه؟ احنا دورنا ان انا اكلم مثلا المحافظ، اقول له يا سياده المحافظ انا لسه كنت سامع المداخله بتاعت سياده النائب محمد الحسيني بيقول اهل ملائمه مش عارفين شكل المحافظ ايه؟ فانا بقول له يا سياده المحافظ احنا بدانا عصر جديد، عصر البرلمان والشعب موجود مع البرلمان، والشعب مش هيسكت على ان البرلمان هيتقاعس عن اداء عمله الرقابي. فبقول له يا سياده المحافظ لو سمحت بكره الصبح حضرتك تبقى موجود في الشارع في جميع مراكز وقرى الصف. تبقى موجود في الشارع في جميع انحاء محافظه الجيزه، ده على مستوى محافظه الجيزه، ما بالك انا النهارده مركز الصف، هذا المركز الذي يقع في جنوب الجيزه الذي هو يعد من المراكز المنتجه اللي فيه 2000 مصنع وبينتج كتير، وبيعاني من التلوث وبيعاني من قله المواصلات. احنا ما عندناش خط اتوبيسات بيوصل لغايه هناك. احنا لك ان تعلم حضرتك ان حتى من يعني من سوء الطالع ان الدكتور جابر نصار اصدر قرار ان ابناء الصف يتحرموا المدينه الجامعيه 56 على اساس كيلو ان هم في دايره ال ما ينفعش جامعه القاهره. ما ينفعش، انا ابني النهارده هي المسافه قد ايه من الصف لحد جامعه القاهره؟ 60 كيلو 60 كيلو بس، 60 كيلو على طريق ممهد غير 60 كيلو طريق غير ممهد، ومفيش مواصلات، بيركب 3 4 مواصلات بيدفع له 20 30 جنيه رايح 20 30 جنيه جاي غير المشقه والتعب، وفي الاخر مطالب هذا الطالب انه ينجح ويؤدي ويتفوق عشان يقدر يحصل على درجه علميه يؤهل ليها الوظيفه. فطبعا ده ظلم. هذا الظلم يا اما هنشترك كلنا في رفعه عن ابناء دايرتي وابناء محافظه الجيزه عامه، مش مركز الصف فقط، والا هيكون هناك اجراءات اللي بيتخذها النائب قبل المسؤول او التنفيذي في حاله عدم قيامه.